السلام عليكم ورحمة الله، أنا دكتور محمد نجار. النهاردة هنتكلم عن الأوبسالميك ألترا سونوجرافي أو سونار العين. دي أول محاضرة من المحاضرات الثلاثة، البيزك برينسيبلز. يعني إيه ساوند؟ يعني ألتر ساوند. الساوند ده في حاجة، الأودبل ساوند اللي إحنا بنسمعه ده بيتراوح ما بين 20 ل 20 ألف هرتز. أي حاجة فوق ال 20 ألف هرتز إحنا ما بنسمعهاش وبنسميها ألترا ساوند. في حاجه اسمها هاي فريكوانسي الترا ساوند، ده اللي بنستعمله في مجالات الرمد، وده بيبقى اكتر من مليون هرتز. المليون هرتز الواحد يعني بيساوي 1 ميجا هرتز، فاي حاجه احنا بنستعملها بتبقى فوق ال 1 ميجا هرتز. في اتنين فينومينا مهمين لازم نفهمهم قبل ما نبدا نتكلم عن الالترا ساوند. اول واحده البيزو الكتريك فينومينا. البيزو الكتريك فينومينا، بيزو الكتريك سبستانس، هي ماده او كريستاله ليها القدره ان هي تحول الكهرباء لموجات فوق صوتيه وترجع تستقبل موجات فوق صوتيه وتحولها للكهرباء. فالبروب اللي احنا بنستعمله في السونار بيبقى موجود في بيزو الكتريك كريستالز، لما بتتعرض لتيار كهربائي بتطلع التراسونيك ويفز، ولما الويفز تقابل تيشو وترجع تاني البروب بيستقبلها ويحولها تاني الالكتريستي اللي الجهاز بيقراها ويحولها للصوره اللي احنا بنشوفها. في حاجه اسمها الاكوستيك امبيدنس. الاكوستيك امبيدنس دي اللي هي درجه مقاومه التيشو لمرور الموجات فيه، يعني ببساطه ان كل ما التيشو يبقى مور ثيك او مور سوليد كل ما الريزيستنس بتاعته تبقى اعلى، كل ما السبايكس او الويفز بتاعته الايكوز بتاعته تكون اعلى. مهم ان احنا نفهم ان الايكوز دايما بتنشا من انترفيسز او اللي بيسموها المس ماتش في الامبيدنس بتوين تيشوز، وده اللي بيعمل الايكوز بتاعت الالترا ساوند. الاوبسالميك الترا ساوند اللي موجودين احنا الحاجات اللي احنا بنستعملها، في اول حاجه الاي سكان. الاي سكان العادي اللي احنا بنستعمله في الاكزيا لينس ميجرمنت في البايومتري، وده بيبقى بروب عباره عن 10، ده بروب قوته 10 ميجا هرتز. وايه كلمه ايه؟ اختصار للامبليتيود. في حاجه اسمها ستاندردايزد اي سكان، وهو يفرق شويه عن الاي سكان العادي. البروب بتاعه بيبقى 8 ميجا هرتز. وفي البي سكان. البي سكان اختصار كلمه بي اختصار للبرايتنس. وفي اليو بي ام، الالترا ساوند باي مايكروسكوبي. اليو بي ام احنا مش هنتكلم عنه المحاضرات دي لان هم غالبا هيحتاج وقت لوحده او محاضره لوحده، لكن هيبقى كلامنا على الاي والبي سكان. الاي والبي سكان ممكن يبقوا كونتاكت، ممكن يبقوا اميرشن، لكن اليو بي ام دايما بيبقى اميرشن. الاي سكان بيسموه امبليتيود موديول لان هو بيعبر عن الايكوجينيستي عن طريق الامبليتيود، يعني كل ما الايكوجينيستي بتاعت التيشو تعلى، كل ما الايكوز اللي راجعه من التيشو بتعلى، كل ما الامبليتيود بتاع التيشو ده على الاي سكان بيبقى اعلى، فهو بيعبر عن الايكوجينيستي بالامبليتيود. البي سكان بيسموه برايتنس لانه بيعبر عن الايكوجينيستي بالبرايتنس، كل ما الحاجه تبقى مور ايكوجينيك كل ما يبقى الايكوز اللي راجعه بتاعتها اكتر او اعلى، كل ما تبقى مور برايت في البي سكان. في قاعده مهمه قوي في الالترا ساوند، وهي ان كل ما يزيد الميجا هرتز كل ما البروب الميجا هرتز بتاعه يعلى، كل ما البنتريشن بتاعه بيقل لكن الريزولوشن بيعلى. احنا في العادي البروب بتاع الرمد العادي بيبقى 10 ميجا هرتز، وده بيقدر يصور الجلوبال اوربت بصوره معقوله. عشان نفهم، الناس في البطنه لما بتستعمل الترا سونوجرافي السونار بتاع البطنه غالبا بيبقى حوالي 4 ميجا هرتز، 4 ميجا هرتز عشان يدي بنتريشن اعلى، لكن الريزولوشن بتاعه للاسف بيكون قليل، ما بيقدرش يجيب ديتيلز كبيره. عشان كده كل ما بعلي الميجا هرتز كل ما يقدر يديني ريزولوشن اعلى. عشان كده يو بي ام تلاقي البروب بتاعه 35 او 50 ميجا هرتز عشان يديني ريزولوشن عالي، عشان اقدر اشوف ديتيلز الكورني او الانتيريور سيجمنت، الانجل والايرس واللينز. في بروب 7 ميجا هرتز ده بنستعمله ان احنا نشوف الاوربت لانه بيدينا بنتريشن اعلى، صحيح الريزولوشن بيقل لكن بيقدر يديني ايديا اباوت ذا اوربيتال تيشوز بصوره احسن شويه من ال 10 ميجا هرتز عشان بنتريشن. كمان ال 7 ميجا هرتز ده بينفع في العينين اللي فيهم السيليكون فيلد الى حد ما، لان السيليكون بيأتنيويت الويفز قوي، بالتالي ما بنقدرش ان احنا نوصل للريتنا بصوره كويسه، وعشان كده معظم العينين السيليكونايزد ما بنقدرش نقول هل هم فيهم ريكارنس او لا بالالترا سونوجرافي، بسبب المشكله ان احنا لما قللنا الميجا هرتز يعني عشان نقدر نزود البنتريشن الريزولوشن بيقل. فاصلا صحيح انت تقدر تجيب شادو للريتنا لكن بريزولوشن قليل، ممكن ما تقدرش تحكم برضو على الريتنا. لما بعلي بقى في اليو بي ام اعلي الميجا هرتز اوصل ل 20 و35 و50 وفي ممكن 100، كل ما بزود طبعا الميجا هرتز كل ما بيقل البنتريشن لكن بيزيد الريزولوشن. انا بزود الريزولوشن على حساب البنتريشن، فال 20 ميجا هرتز بيقدر يدي ريزولوشن معقول لكن ويقدر يصور لغايه البوستير كابسول بتاع اللينز.
ال 35 ما بيقدرش يجيب بوستير كبسول، بيجيب لغايه لينس اكويتور، ال 50 بيجيب الانتيرو لينس كبسول، وال 100 ميجا هرتز ما يقدرش يصور غير الكورنيا، لكن بيدينا ريزوليوشن عظيم جدا. البروب زي اي حاجه، انت لما تكون موجود في مكان مفتوح وعايز تسمع الايكوز بتعمل صوت، والصوت ده بترجع تنتظر شويه عشان تسمع الايكوز اللي راجع. البروب نفس القصه، البروب بيصدر الالتراسونيك ويفز في نانو سكند في وقت قليل جدا، وبعدين يرجع يسمع الايكوز في ملي سكند. فهو البروب طول الوقت شغال، بيدي بلصه او بيدي ايكوز وبعدين يرجع يسمعها، يدي ويسمع، لكن ما بيديش ويسمع في نفس الوقت، هو بيدي الاول بعدين ياخد فتره اطول شويه في السماع. فدايما الوقت اللي الوقت اللي الجهاز بيحتاجه عشان يسمع اكتر من الوقت بيحتاجه عشان يصدر الصوت. الاسكان احنا معروف ان الاسكان بنستعمله في الميجرمنتس، وطبعا اشهر حاجه الاكزيا لينس في حالات البيومتري. طيب هو بيحسب المسافه ازاي؟ ببساطه المسافه بتساوي السرعه في الزمن. هو قادر يحدد الزمن ما بين خروج الويف، ما بين البرودكشن بتاع الايكو وما بين الريتيرن بتاع الايكو، فده الزمن. وفي نفس الوقت السرعة محسوبة قبل كده بتاعت كل حاجة، بتاعت كل تيشور بيترياس واللينز والإيكوس. بالتالي إذا كان أنا عندي معلومات عن الزمن اللي احتاجته الإيكوس عشان تروح وترجع، وعندي كمان سرعة الإيكوس في التيشو وليكن مثلا في الفيترياس كافيتي، يبقى أنا أقدر أحدد المسافة ما بين بوستيريور لينز مثلا والريتنا عن طريق الزمن اللي استغرقته الويفز وفي السرعة بتاعت الويفز أو الإيكوس في الجزء ده. طبعا هنا دي الفيلوستي بتاعت الالترا ساوند في كل تيشو، في الاير، في السوفت تيشو، في البون، في الحاجات اللي زي كده. زي ما احنا شايفين الاير السرعه فيه بطيئه جدا، وعشان كده احنا كنا بنقول ان الاير ما بينقلش الموجات الوسطيه كويس، وعشان كده دايما بنحط الكابلنج ايجنت. كمان السيليكون برضو السرعه فيه ابطا شويه من معظم الحاجات. عشان كده ده ما كنا بنتكلم ان هو قادر يحسب المسافات ببساطه، لان هو قادر يحسب سرعه الالترا ساوند في التيشوز المختلفه، وفي نفس الوقت هو قادر يحسب الوقت الايكوز احتاجته ما بين البرودكشن وما بين الريتيرن للبرو. فعن طريق كده بيقدر يحسب المسافات. كمان هو مش بس بيحسب مسافات، كمان بنقدر نحسب بيه السايز بتاع الماسز. لو انا في ماس في تيومر وعايز احسب السايز بتاعه بيبقى نفس القصه، فاحنا بنستعمله في قياس السايزز والديستانسز. الاسكان مختلف شويه عن الاسكان. الاسكان انا ممكن استعمله عن يا اما الليد مفتوح دايركت على الجلوب، او ممكن انا احطه على الليد من بره، لكن الاسكان ما ينفعش على الليد، لازم دايركت كونتاكت على الجلوب، سواء اميرشن او سواء كونتاكت لازم على الجلوب دايركت، على الكورنيا دايركتلي او على الجلوب، سواء الكورنيا او السكليرا. في الستاندردايز سكان ممكن نستعمله على السكليرا. الاسكان ممكن يبقى اميرشن او كونتاكت، والاميرشن بيبقى الشكل بالمنظر ده، بيبقى ليه زي كاب بيتحط فيه البروب، يعني ادي الكاب وادي البروب بيتحط عليه، وبعدين الكاب نفسه بيلزق على العين، والمسافه بين البروب والعين دي بتتملي بكابلنج ايجنت اللي هو بالمنظر ده. البروب محطوط جوه الكاب، والكاب لازق على الجلوب، ومحطوط بين البروب وبين جوه الكاب، بين البروب بين الاي محطوط كابلنج ايجنت. مهم قوي لما اجي اعمل اسكان ان انا افويد البريشر، لان البريشر هيغير في الميجرمنت بتاع الديستانس. انا دلوقتي بقيس الديستانس من ساعه الاميرشن هنا او من الكورنيا مثلا لغايه السكليرا، فانا لو انا جيت ضغطت شويه على الكورنيا انا غيرت في المسافه دي، فمهم قوي ان انا افويد البريشر. طيب في ثلاث نقط مهمين، ده يعني لما نيجي نعمل الاي او ال، لما نيجي نكالكوليت اكزيال لينس بالاسكان، في ثلاث نقط مهمين. انا طبعا لما باخد بالاسكان ما باخدش قرايه واحده، اتليست ثلاث قرايات ان ما كانش اكتر. في ناس ممكن تاخد خمس قرايات، ممكن 10 قرايات، لكن الافريج اتليست ثلاث قرايات، ما ينفعش قرايه واحده. مهم قوي ان انا القرايات اللي بختارهم الثلاثه، انا باخد كذا قرايه وبعدين بمسح الحاجات المش دقيقه. فيها كذا حاجه مهمه لما اجي اخد القرايات. اول حاجه ان يكون الويفز بتاعتي او السبايكس اللي موجوده اللي طالعه في القرايه تكون ستيب رايز، يعني ابربت رايز، طالعه مره واحده مش جراديوال، يعني ابربت رايز، وان هي تكون فيري هاي امبلتيود، اللي هي هايست امبلتيود، اللي هو المنظر ده. كل الويفز اللي هنا السبايكس بتاعت الكورنيا انتيرور لينس بوستيرور لينس والريتنا، كل السبايكس بتاعتهم هاي سبايكس، كلها سبايكس عاليه 100%، وفي نفس الوقت السبايكس بتاعتها كلها ابربت رايز. دي حاجه مهمه جدا، يعني المنظر ده مثلا ده يوريني ان هنا ده مش هاي سبايك وده مش ابربت رايز، وكمان له سبايكس قبل الريتنا او ممكن تكون دي سبايكس بتاعت الريتنا، ده معناه ان ده الويف دي مش كويسه فانا ما اخدهاش. مهم كمان ان ناخد بالي ان هو طبعا مش مهم ايه السبب هنا، هو السبب هنا ان هو مش بيربنديكولر، لكن هو مهم قوي في الاسكان ان انا اكون بيربنديكولر على التيشو.
هنا معناه انه مش بيربنديكولار، وعشان كده هو السبايكس بتاعته طلعت قليله، فالويف دي انا استبعدها ما استعملهاش. طبعا ده اميرشن، فاول حاجه ده الاميرشن سيرفيس في الكونتاكت ما بيظهرليش. هنا اول حاجه بتقابلني الكورنيا، وبعد كده الانتيور لينس كبسول، وبعدين بوستيرور لينس كبسول، وبعد كده الريتنا. غالبا الفيتريس كافيتي بيبقى كلير، ما بيبقاش فيه حاجه، لان الفيتريس مش موجود فيه انترفيسز، فعشان كده ما بيعملش سبايكس. بعد كده في السكليرا، واخر حاجه موجوده في الاوربيتال تيشو سبايكس. يبقى اول حاجه عشان اعمل اي او ال ميجرمنت الويف او الصوره اللي انا خدتها الاولانيه او المقاس الاولاني اللي خدته، لازم ثلاث حاجات. اول حاجه قلناها اتكلمنا عنها الستيب رايز وهاي امبليتيود ويف. لو ما لقيتش الويفز هاي امبليتيود، ما لقيتش في ستيب رايز، يبقى انا استبعد الويف دي. ثاني حاجه ان انا اخد الديبست انتيريور تشامبر فاليو. يعني ايه؟ يعني انا بيطلع في القياسات بيطلع الاكزيال لينس، وبيطلع لي كمان انتيريور تشامبر ديبس، بيطلع اللينس سيكنس. مهم قوي ان انا اخد الديبست او اعلى قرايه في الانتيريور تشامبر فاليو، واخد اعلى قرايه في اللينس. دول مهمين ليه؟ لما باخد اعلى قرايه في الانتيريور تشامبر فاليو، ده معناها ان ده كان الليست اندنتيشن على الكورنيا، لان انا لو انا ضاغط على الكورنيا شويه ده بيعمل اندنتيشن للكورنيا، فبالتالي بيقلل الانتيريور تشامبر ديبس، يبقى انا قللت شويه من الاكزيال لينس. فلما باخد الديبست انتيريور تشامبر ميجرمنت، ده معناه ان انا ضمنت ان انا مكان ده اقل بريشر موجود على الكورنيا. يكفي ان احنا نعرف ان الواحد من 10 مللي ايرور، يعني في الاكزيال لينس ميجرمنت لو في واحد من 10 مللي غلط هيفرق معانا ربع دايوبتر، يعني الواحد مللي هيفرق 2.5 دايوبتر. فعشان كده الاندنتيشن ما تستهونش بيه. البريشر اللي انت بتعمله على الكورنيا وانت بتعمل اي او ال كالكوليشن بيفرق جدا، ممكن يفرق اب تو 2.5 دايوبتر لكل مللي. كمان بناخد السكست لينس ميجرمنتس، يعني هو بيطلع اللينس سيكنس، هو اخد اتخن حته او اكبر قرايه. ليه؟ لان اكتر حته سميكه في العدسه هي الموست سنترال بارت، فلما باخد اعلى قرايه معنى كده ان انا واخد من السنتر بتاع العدسه او من نص العدسه بالظبط، يبقى انا كده مطمن ان انا القرايه بتاعتي مظبوطه مش جايه اكسنتريك. طبعا شيء بالشيء يذكر في الكي ريدنج، الربع دايوبتر بيفرق ربع دايوبتر، يعني لكل واحد دايوبتر في الكي ريدنج غلط بيفرق واحد دايوبتر في الاي او ال كالكوليشن غلط. يعني لو العيان مثلا 43 وانا طلعته 42 هيفرق معانا 1 دايوبتر. ده النورمال اسكان زي ما اتكلمنا عنه، كل السبايكس عاليه ومفيش جراديوال رايز ولا حاجه، وكمان في الاوربيتال فات اللي موجود ورا. طيب في نقطه هنا، المريض ده السبايكس بتاعته كلها عاليه مرتفع، مفيش جراديوال ولا حاجه اسنت، بس المزد هنا ان مفيش اوربيتال سبايكس موجوده، ودي حاجه غريبه، الاوربيتال فات سبايكس مش موجود. ده معناه ان انت واخد عن طريق الاوبتيك نيرف، يعني هنا السبايكس اللي اتاخدت ثرو الاوبتيك نيرف، فعشان كده ما طلعش فيه السبايكس بتاعه الاوربيتال فات، ودي قرايه مش مظبوطه، وعشان كده دي برضو قرايه لازم استبعدها. واحنا قلنا ليه بنستبعد القرايات دي؟ لان احنا قلنا ان الواحد ملي فرق بيفرق 2.5 دايوبتر، فدي حاجه مهمه جدا، يعني الواحد من 10 ملي، الواحد من 10 ملي بيفرق ربع دايوبتر، فانا ما اقدرش ان انا استهون باي حاجه. الستاندردايزد اسكان هو في شويه فروقات عن الاسكان. احنا بنستعمل الستاندردايزد اسكان مينلي ان احنا نقيس المسافات زي الاسكان العادي والسايزز. مهم قوي ان احنا نفهم ان الاسكان هو اللي بنستعمله في قياس الماسز مش البي سكان، يعني احنا ما بنجيش على البي سكان ونعلم علامات عشان خاطر نقيس الماس، لكن احنا بنستعمل الاسكان لانه ادق بكتير في قياس السايزز. فلما تيجي تقيس سايز بتاع ماس بنستعمل الاسكان مش البي سكان. بنستعمله كمان في تيشو ديفرنشيشن، ان احنا نفرق بين تيشو وتيشو، بالذات في التيومرز، ان احنا نقول نوع تيومر ده، بنفرق تيومر عن تيومر عن طريق الريفلكتيفيتي بتاعته. كمان ممكن نستعمله في ان احنا نتكت الفاسكولاريتي، هل التيومر ده فاسكولار او افاسكولار، وان كانت دي حاجه يعني سوفيستيكيتد شويه. ده المنظر كومبايند اي وبي سكان، وده ده ستاندردايزد اي سكان مع البي سكان. مهم قوي هنا ناخد بالنا ان دايما حاول تخليه بربنديكولار على التيشو، عشان تدي السبايكس اعلى سبايكس لازم تبقى بربنديكولار. وده السيبرت بروب، ده بتاع الستاندردايزد اي سكان سيبرت بروب. طيب ايه حكايه الستاندردايزد اي سكان؟ الستاندردايزد اي سكان ده في شويه فروقات بينه وبين الاسكان بروب العادي. اول حاجه ان هو 8 ميجا هرتز مش 10 ميجا هرتز. ثاني حاجه انه بيستعمل اس شيبد امبليفيكيشن كيرف، ودي هنشرحها بعد شويه، هي مختلفه شويه عن اللينير او اللوغاريتميك امبليفيكيشن كيرف. الفكره الثانيه في الستاندردايز اسكان ان هو بيبقى سنسيتيف للريتنا او ستاندردايز على الريتنا،
بمعنى ان هو بيدينا سنسيتيفيتي للريتنا 100%، واي تيشو الدنسيتي بتاعته زي الريتنا بيدينا 100% سبايكس، يعني السكليرا والكرويد بيدينا 100% سبايكس، اما الحاجات الدنسيتي بتاعتها اقل من الريتنا زي البتيرو هيالويد بيدينا اقل من 100%. فعشان كده احنا بنستعمل الريفلكتيفيتي بتاعت التيشو اللي بتعتمد على الدنسيتي وبتعتمد على السيرف بتاع التيشو، بنستعملها في ان احنا نفرق بين التيشو التاني. يبقى الستاندردايز اسكان بيفرق عن الاسكان العادي ان هو 8 ميجا هرتز مش 10 ميجا هرتز، بيستعمل اس شيبد امبليفيكيشن كيرف، والحاجه الثالثه ان هو بيبقى بيدي 100% سبايكس على الريتنا والتيشوز الدنس زي الريتنا او اكتر، بالتالي نقدر نفرق بين التيشوز وبعضها. الامبليفيكيشن كيرف في عندنا ثلاث انواع، يا اما يكون لينير امبليفيكيشن، يا اما يكون لوغاريتميك امبليفيكيشن، او ان هو يكون اس شيبد او اللي هو سبيشال امبليفيكيشن. الاس شيبد ميزته ان هو بيجمع ما بين الاثنين، ما بيجمع ما بين الامبليتيود وبيجمع ما بين السنسيتيفيتي، فهو بيدينا هاي امبليتيود وفي نفس الوقت بيدينا هاي رينج اوف سنسيتيفيتي. الستاندردايز اسكان او الاسكان لما نيجي نستعمله في التشو ديفرنشيشن في كام حاجه لازم نفهمهم. اول حاجه ان هو بيعتمد على الانجل اللي انا وجهت بيها البروب او وجهت بيها الساوند على التشو، بالتالي هو عشان يديني 100% سبايكس على الريتنا لازم يكون بيربنديكولار على الريتنا، لو مش بيربنديكولار مش هيدي 100% سبايكس. فما اقدرش احكم على التشو ريفلكتيفيتي الا لو انا عمودي عليه بيربنديكولار عليه، فبيختلف على حسب الانجل، كمان بيختلف على حسب الدنسيتي زي ما قلنا الريتنا والتيشوز اللي زيها في الدنسيتي بيدينا 100%، الحاجات الاقل بيدينا اقل وهكذا. السايز سموثنس بتاع السيرفس بتاعته، كل دي حاجات بتفرق في الـ في السبايك هايت. عشان افرق بين تيشو وتيشو بنعتمد على السبايك هايت، والله ده بيدينا هاي سبايكس يبقى ده هاي امبليتيود، ده لو امبليتيود، ده مودريت وهكذا. السبب الرئيسي في السبايكس تنشا هو الانترفيسز، لان احنا نفهم بعد كده لما نيجي نتكلم على التيومرز وليه التيومر ده له لو انترنال ريفلكتيفيتي او ميديوم او هاي انترنال ريفلكتيفيتي، دي بتعتمد على الانترفيسز الموجوده جوه التيومر. فعشان كده الانترفيسز دي حاجه مهمه قوي وهي المنشا بتاع السبايكس. كمان في حاجه، اي بروب اي سكان او اي ماشين بتتعمل بيبقى ليها حاجه اسمها تيشو سنسيتيفيتي زي معايره كده، ودي ممكن ان انا اجددها كل شويه اما اوتوماتيك او ان انا عن طريق حاجه مانيوال، ودي اللي بيبقى كل جهاز معاه حاجه للمعايره بتاعته بنستعملها، وبيبقى في اوتوماتيك مود هو بيقدر يعاير. طيب لما اجي اعمل اسكان لماس عشان افرق بين ماس وماس، احنا قلنا بنعتمد على التيشو ريفلكتيفيتي، دايما اي ماس الانتيور سيرفس بتاعها بيدينا هاي سبايكس نتيجه للميس ماتش في الامبيدنس بتاعه بينه وبين التيشو اللي جنبه، فدايما بيبقى في هاي سبايكس موجوده في الانتيور، غالبا في الاغلب هاي سبايكس موجوده في الانتيور سيرفس. لكن اللي بيفرق شويه هو الريفلكتيفيتي الوزن ذا تيشو بتاع الماس او التيومر. الريفلكتيفيتي دي فيها حاجتين، في الهايت وفي الديستريبيوشن. الريفلكتيفيتي هايت بتتقسم يا اما لو يا اما ميديوم يا اما هاي ريفلكتيفيتي، فحتى يقول لك تيومر ده هاي انترنال ريفلكتيفيتي، لو انترنال ريفلكتيفيتي وهكذا او ميديوم. اللي قلنا ان الريفلكتيفيتي بتعتمد على الانترفيسز، يعني مثلا اشهر حاجه الكلويدال ميلانوما، واكتر حاجه احنا بنحتاج ان احنا نفرقها هل هي ميلانوما ولا حاجه تانية. الميلانوما بتتكون من باكد سيلز، الباكد سيلز دي ملزقه في بعض ومترتبه مرصوصه رصه مظبوطه، فعشان كده دايما ما فيهاش انترفيسز، هي كلها حاجه واحده، فتلاقي دايما الميلانوما ليها لو انترنال ريفلكتيفيتي، الريفلكتيفيتي بتاعتها قليله. ليه؟ لان ما فيش انترفيسز كتير فبالتالي ما بتعملش سبايكس عاليه. كمان ان هي كون السيلز اللي جوه الميلانوما يونيفورم سايز والديستريبيوشن بتاعها ريجولر، عشان كده انا من اي اتجاه، يعني انا لو جيت صورت تيومر من الناحيه دي او من هنا او من هنا او من هنا هيدينا لو انترنال ريفلكتيفيتي، دي بنسميها ريجولاريتي. يعني ايه ريجولاريتي؟ يعني انا لو صورته من اي اتجاه في كل الاتجاهات بيدينا لو انترنال ريفلكتيفيتي، يعني معنى كده انه ريجولر، لكن لو صورته من الاتجاه الثاني لو، من الاتجاه الثاني هاي، معنى كده ان هو الريجولر انترنال ريفلكتيفيتي. طيب تيومر زي الهيمانجيوما، ده الهيمانجيوما السيلز بتاعته اللي موجوده جواه بتبقى السيرفس بتاعها فيري سموث، وفي نفس الوقت بتبقى ليس باكد، في ما بينها سبيسز، فعشان كده بتدي هاي سبايكس وبتعمل هاي انترنال ريفلكتيفيتي. الميتاستاتيك تيومر مختلف شويه لان هو السيلز بتاعته ريجولر والارانجمنت بتاعها ريجولر، فعشان كده لما باجي اصور تيومر من كذا اتجاه كل مره يديني ريفلكتيفيتي مختلفه، فنسميها الريجولر انترنال ريفلكتيفيتي. اتكلمنا عن الريجولاريتي والريجولاريتي، معناها ان انا لما باجي اصور التيومر من ديفرنت دايركشنز لو ظل الريفلكتيفيتي بتاعته ثابته لو او ميديوم او هاي، معنى كده ان هو ريجولار. لو كل مره يديني ريفلكتيفيتي بشكل غير التاني
من كل زاويه بيديني ريفلكتيفيتي مختلفه، معنى كده ان هو الريجولار انترنال ريفلكتيفيتي. اشهر حاجه للريجولار انترنال ريفلكتيفيتي هي الميتاستاسيس، والميتاستاسيس بيعمل كده لان هو له الريجولار ارانجمنت للسيلز، هو بقى جزء فيه نكروزز، جزء فيه كالسيفيكيشن، جزء فيه في اشياء مختلفه. ده الشكل بتاع الميلانوما، والميلانوما بتدي له انترنال ريفلكتيفيتي، يعني لو خدنا بالنا كل السبايكس كلها اقل، طبعا هو بيدي انيشال هاي سبايكس زي ما قلنا، وبعد كده له انترنال ريفلكتيفيتي. اللو انترنال ريفلكتيفيتي ناتجه من ان السيلز بتاعته كلها باكد وهوموجينس، فبالتالي ما فيهاش انترفيسز، فما فيش حاجه تعمل سبايكس عاليه. كمان ان هو له الانترنال ريفلكتيفيتي بتاعته ريجولار، يعني ايه ريجولار؟ زي ما قلنا لو صورناه من هنا او صورناه من هنا من اي اتجاه، بحيث ان انا ابقى عمودي على السيرفس، لو صورت من اي اتجاه وانا عمودي على السيرفس هلاقي ان السبايكس بتاعته له انترنال ريفلكتيفيتي، معنى كده انه من اي اتجاه بيطلع له انترنال ريفلكتيفيتي يبقى هو ريجولار. العكس منه الميتاستاسيس اللي هو شويه يديني لو، شويه يديني هاي، شويه يديني ميديوم على حسب الزاويه اللي انا بصور منها، ده معناه ان هو الريجولار انترنال ريفلكتيفيتي، دي علامه من علامات الميتاستاسيس. الكرويدال ميلانوما كمان كان فيها حاجه اسمها الانجل كابا، هنتكلم عنها كمان شويه، لكن هنا لو خدنا بالنا هو في كونتينوس ديكي او الويفز عماله تقل تقل تقل، في ويف طالعه في النص، غالبا الويف اللي بتطلع في النص دي بتبقى ليها علاقه بالبروكس ممبرين. لما التيومر بيعدي من البروكس ممبرين بيدي سبايكس قليله، لكن لما يجي عند البروكس يدي سبايكس اعلى شويه. برضه نفس المنظر، لو احنا خدنا خط كده عند النص، ده الخط بتاع النص بتاع الويفز 50%، هلاقي ان معظم الويفز هنا تحت الخط ده، فعشان كده بنسميها لو، او ممكن نقول لو تو ميديوم انترنال ريفلكتيفيتي. فده هاي سبايكس في الاول، بعد كده لو تو ميديوم انترنال ريفلكتيفيتي، ده ماشي مع الكرويدال ميلانوما. الانجل كابا، الانجل كابا دي كانوا بيسموها زمان اللي هي كونتينوس ديكاي بتاع الويفز، وكانوا بيفترضوا زمان ان الكونتينوس ديكاي بتاع الويفز ده بيحصل نتيجه للاتينيويشن اللي بيحصل في الالترا ساوند، لكن بعد كده قالوا ان هي حاجه ليها علاقه بالبروكس ممبرين، ورجع الناس تاني قال علاقه ليها علاقه بالفاسكولاريتي، فهي هي ثيوريتيكالي مش معروف قوي ايه سببها، لكن هو في الاخر لو حد سالك يعني، او لو حد اتكلم على الانجل كابا، اللي هي كونتينوس ديكريز او ديكاي في الويفز، الويفز اعلى فتقل تقل 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 بالتدريج، والانجل كابا هي الانجل ما بين المماس اللي انا برسمه مع معظم الويف مع الهوريزونت. دي كرويدال ميلانوما لو انترنال ريفلكتيفيتي، لو تو ميديوم انترنال ريفلكتيفيتي، وده البروكس ممبرين بس هو الميد سبايكس عادي. الكرويدال هيمنجيوما، اول حاجه ادي السبايك العاليه الاولانيه بتاعه السيرفس بتاعه تيومر، بعد كده كل بقيه الويفز كلها فوق ال 50% كلها هاي انترنال ريفلكتيفيتي. الهاي انترنال ريفلكتيفيتي دي ناتجه من الانترفيسز الكتير اللي موجوده جوه التيومر. حكايه الفاسكولاريتي دي يعني انا ما كنتش حابب ان انا اذكرها صراحه، لكن هي حاجه سوفيستيكيتد شويه وثيوريتيكال مش معروف. بيقولوا ان التيومر لما يكون فيه بلاد فيزل، او لما الاي سكان يجي على بلاد فيزل، بلاد فيزل فيه حركه كتير للبلاد سيلز، فيدينا حاجه رابيد فليكرنج موشن، تلاقي فليكر يعني تلاقي ويف طالعه نازله طالعه نازله بتاعه الباسج بتاع الار بي سيز، فالمنظر ده الرابيد فليكرنج اللي بيقولوا عليه، فيقول لك ان معنى كده ان ده فاسكولار تيومر او فيه بلاد فيزلز. Thank you.